مرحبا، خلينا ناخذ هذا السؤال بسيط جدا وبسرعة. تكامل س ج س د س على قاطع س. أول إشي بدك تلعب بالأسس. كيف؟ قاطع س هي عبارة عن واحد عجتها، ماشي؟ حطها. تكامل س ج س على واحد على جتا س د س. واحد عجتها تطلع لفوق، صار عندك تكامل س ج س جتا السين دال السين. في مطابقات عندك؟ هذه نص ج باثنين سين، مطابقة ناخدها. عندك تكامل نص سين ج باثنين سين دال السين. ضرب وخطي، ضرب والزاوية خطية. إذا أجزاء هذا يشتق اشتق، وهذا يكامل. صار عندك نص سين، بدك تشتقه بيطلع لك نص. جيب اثنين سين بدك تكامله، راح يطلع سالب جتا اثنين سين على اثنين. تضرب نص في نص، ربع سين سالب جتا اثنين سين. سالب هون سالب، سالب في سالب، موجب. تكامل نص في نص كمان ربع، جتا اثنين سين دال السين. تكامل جتا جيب اثنين سين على اثنين، وعندك ربع من قبل، زائد الجيم زائد سالب ربع جتا اثنين سين. هيك بيكون حل السؤال. لاحظوا كيف الأسئلة بتيجي سين جيب السين على قاطع سين. انت بدك تتخلص من الكسر، تشوفه بس مشتق المقام، اكيد مش مشتق المقام. فانت بتتخلص من جذر، بعدين ايش؟ بعدين بتكمل حل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. هيك مش عارف، ممكن اعطيكم، خليني اعطيكم كمان بعد راح نبلش كيف نكمل اللو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.